ايش معك ونسولف أمس واليوم الغياب عن الصلاة شيء ملاحظ جدا جدا جدا. الحضور لا يتجاوز 10 أحيانا، إذا ماكسيموم 12 تكرر، والعذر أن ناصر الغامدي قال ما فيه خصم على الصلاة. هل تشوف هذا الشيء منصف؟ طبعا بتكون الصور شغالة على الشاشة وعلق يا أستاذ علي. هل قال أبو عبد الله هل لا يوجد خصم على الصلاة؟ أول يوم جاهم قال ما راح أخصم لما في مصلى. أنا أشوف أنه شيء مهم، يعني في مكان يصلون فيه، في مكان تصلي فيه صح ولا لا؟ وكل برامج الواقع السابق الأربع الأخيرة ما كان في مصلى ثابت في البرنامج، فكان في حضور وانصراف وكان في خصم. يا أخي حتى لو ما كان في خصم يا أخي، يعني صلاتك لربك يعني مو بالبرنامج. يعني أنا كيف تبغاني أثق في شخص والله مقصر في صلاته وأشجع وأتابع وأسوي الموضوع هذا له؟ يعني بكرة لو حطينا خصم على الصلوات حتحضرون؟ عيب إذا كان هذا العذر. إذا ما كان هذا العذر، أي عذر ثاني عيب، أي عذر ثاني عيب، أيا كان العذر. أصلا الزملاء يصلون موجودين يا أخي، في صلاة اسمها صلاة الخوف في الحروب، يعني ما في أعظم من موضوع الحرب. يعني ما هو الموضوع جدا بسيط يا شباب، موضوع جدا حيكون عيب أمام الشاشة. عرضوا لنا الصور يا شباب، إلا تعرضونها لنا. الصلاة ما عليها خصم، أو صرح الشخص أن الصلاة ما عليها خصم، يحضر لي 12 11 9 10، ولما يجيني هنا ذبيحة ألقى 53 واحد، يعني هم عددهم 23 صاروا 35، من 20 زيادة ما أدري، في 20 طلعوا زيادة. ليه يا شباب؟ هذه والله ما لها دخل لا مهنيا ولا إعلاميا ولا شيء، هذه لها دخل بعلاقتك أنت ربك. بس مهما كان أنت توصل رسالة على الشاشة. أصلا مكان النوم غير مهيئ للصلاة. كيف؟ مكان النوم مو مهيئ للصلاة، مكان نومهم. يعني باقي لوكيشنات، يعني بيطلع على الهواء سواء هنا أو في المجالس الثانية. وإن كان عذرا أنه أنا صليت جوا برضو ما لك عذر، لابد حضورك هنا. المسألة الثانية لازم أكرر فيها على موضوع الصلاة يا أخي، إذا في فقرة أذن المذن 10 دقائق أو 5 دقائق قم صلوا على طول، مو بنص ساعة تمدونها. معليش على عيني أنا أدري أنه مسموح التقديم والتأخير بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ما قلنا شيء ولا في اختلاف، بس يا أخي قم صلوا بعد يرجع فقرة. صحيح. طيب هل من المفترض أن يكون في خصم؟ من المفترض يكون تأخر على الصلاة 1000 وتكبيرة إحرام 1500 وغيابك على الصلاة 3200 عشان لما تدخل براين بصلاتك. طيب فهد الشهري معنا في الكونفش الروم، منور يا فهد، حياك الله حبيبي. أيامك يا حبيبي. أول شيء أعطونا تو ويندو فهد يا شباب، وارفع صوت فهد ما نسمع. ارفع